حالة من الحزن تسيطر على الجماهير المصرية منذ خسارة كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال مساء الأحد في النهائي الذي أقيم بينهما على الملعب الأولمبي بالكاميرون، لكنها الخسارة التي تعد بمثابة بشرة خير للمنتخب المصري الساعي للتواجد في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه. التاريخ يثبت أن منتخب مصر لا يجمع بين الفوز بكأس إفريقيا والوصول للمونديال في العام ذاته، فالمنتخب فاز بسبعة ألقاب من كأس إفريقيا كأكثر المنتخبات فوزاً باللقب، لكنه رغم ذلك لم يبلغ كأس العالم سوى في ثلاث مناسبات فقط، واحدة منهم كانت في عام 1934 قبل انطلاق كأس الأمم في الأساس. نحن لا نتعلم من النجاح بقدر ما نتعلم من الفشل، مقولة يجب أن يضعها البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب وجهازه المعاون في أذهانهم من أجل تصحيح الأخطاء التي ظهرت في كأس الأمم الإفريقية قبل مواجهة السنغال في الدور الفاصل للتصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر لها نهاية العام الجاري في قطر. المشاركة في كأس إفريقيا ومن قبلها في كأس العرب كشفا عن امتلاك المدرب البرتغالي لفكر يرغب في تطبيقه مع المنتخب الوطني، ومع حالة الحب التي بدأت تنشأ بينه وبين بعض المصريين، قد ينقل المدرب المخضرم عصارة خبراته الكبيرة إلى كرة القدم المصرية، ومنح اللعب مع السنغال في نهائي إفريقيا قبل مواجهة الدور الحاسم الجهاز الفني للفراعنة فرصة للوقوف على مواطن القوة والضعف في الفريق السنغالي، وذلك من أجل العمل على تصحيح الأخطاء التي ارتكبها لاعبو منتخب مصر خلال المباراة، وكذلك لمعرفة احتياجاته من اللاعبين القادرين على تنفيذ خطته التي سيضعها للتأهل إلى المونديال، وهي المهمة الوحيدة التي طلبها اتحاد الكرة السابق من البرتغالي قبل التعاقد معه. فهل يفي كيروش الذي بدأ يرتبط بالجماهير المصرية بوعده وينفذ مهمته، أم سينهي سريعاً قصته مع الفراعنة؟